الو، ايوه اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. تمام، يعني انا عايزه اعرف وجهه نظرك ايه في بعض المشاهد. طبعا حضرتك اكيد شفت كثير من الاعمال الدراميه اللي قدمت في شهر رمضان وما زالت تقدم حتى الان. الانطباع العام المبدئي لهذه الاعمال الدراميه كان ايه عند حضرتك؟ والله في تباين واضح في مستوى الاعمال الفنيه السنه دي. احنا عندنا حوالي 25 مسلسل او عمل فني. في مسلسلات يعني في ليها شعبيه كبيره على الرغم ان مستواها متواضع فنيا، وفي مسلسلات ليها مستوى فني محترم او جيد بس ما خدتش نسبه المشاهده العاليه السنه دي. زي ايه؟ عندنا السنه دي مثلا مسلسل ليالي وجيني، مسلسل على مستوى فني جيد بس طبعا ما حققش نسبه مشاهده عاليه زي مسلسلات. في اي مشاهد ممكن تكون مخله بالاداء؟ في مشاهد اكشن بشكل كبير او مبالغ فيه، ولا هو يعني عمل درامي فني راقي زي ما بيقولوا، او عمل نظيف زي ما بيقولوا؟ ليالي وجيني بيدور في فتره الاربعينات، عمل خالي تماما من مشاهد الحركه او مشاهد الاكشن. بس المخرج بتاعه هاني خليفه، مخرج ليه اعمال جيده جدا من زمان زي فيلم سهر الليالي وزي فيلم سكر مر، وبالتالي كنا متوقعين عمل ايقاعه محترم او مستواه الفني جيد، وده بالفعل اللي حصل. بس على المستوى الجماهيري من وجهه نظرك ليه يا استاذ محمد؟ يعني ازاي عامل مستوى الفني جيد ولا يلقى نجاح المستوى الجماهيري؟ ده بيحصل دايما، يعني مش دايما المعادله بتتحقق، مش دايما بنقدر نحقق مستوى فني جيد وشعبيه للعمل. دايما في قطاع كبير من الجمهور بيفضل فكره النجم، ان هو يتفرج على حاجه لنجم محبوب بالنسبه له. مثلا عندنا السنه دي كلبش السنه اللي فاتت عمل مشاهدات عاليه جدا، فالسنه دي كانت الناس مستنيه مثلا تتفرج على الجزء الثاني بغض النظر عن المستوى الفني. طب مستوى الفني من وجهه نظرك ايه يا استاذ محمد؟ والله انا في خلاف شويه مع مخرج العمل اللي هو بيتر ميمي في فكره ان هو ممكن يقدم اعمال انا بشوفها فيها شويه لخبطه. يعني هو قبل كده قدم لنا فيلم اسمه الارض بيتكلم، الفيلم مثلا متاخد بشكل او باخر من افلام اجنبيه، ومع ذلك هو شايف ان ده ما حصلش او هاجم اللي قال كده. لما نبص لتاريخ الاعمال الفنيه اللي مثلا قدمها الفنان امير كراره، دايما هو عنده مشكله في فكره تطور الاداء. يعني هو بيقدم الادوار انا مش عايز اقول شبه بعض، يعني مش عايز اقول مثلا ان هو بيقدم فكره ان هو بيطلع بدور زي مثلا كان عمل كده صبان، بيقدمه نفس فكره ان هو بيقدم دور ضابط شرطه. الاداء الشكلي هو اهم حاجه عنده، مش ابعاد الشخصيه. حضرتك شايف المسلسل فيه اي اساءه لضباط الشرطه بشكل او باخر؟ بص انا شايف الموضوع اكبر من فكره الاساءه، يعني هي فكره الاساءه في المطلق لمهنه معينه من خلال عمل فني انا شايفها بتقلل شويه من قيمه الوعي اللي بقى موجود عند عدد من الجمهور دلوقتي. كمان الرقابه هنا ليها دور كبير، يعني بقى في دلوقتي فرض تنويه فئات عمريه موجود على بعض الاعمال الفنيه، فده بيخليك لما بتتفرج على مسلسل او فيلم معين بتكون مسؤول عن فكره ان انت بتشوف العمل ده، انت المسؤول عن ده. لكن من رايي ان المشكله الحقيقيه هنا هي تقديمك لصاحب المهنه دي بشكل سطحي، يعني زي ما كنت لسه بقول لحضرتك من خلال شخصيتك الحقيقيه. يعني مثلا عندنا زمان الفنان محمود عبد العزيز قدم دور ضابط في فيلم البريء، وعندنا فنانين كتير قدموا ضباط احمد زكي ونور الشريف، بس عملوا الدور من ابعاد حقيقيه. يعني تتفرجي لا، في بعض المشاهد من كلبش اثارت الجدل من ناحيه ايه؟ ان هو بيحاول ياخد الحق، هو حق بس مش عن طريق القانون، ربما في احيان كتيره عن طريق القوه. تمام، انا هنا ما اقدرش الوم الفنان امير كراره قد ما ممكن كاتب السيناريو. لا، احنا بنتكلم عن عمل طبعا، مش بنلوم الفنان. يعني اللوم هنا على الكاتب العمل السيناريست اللي المفروض كان تتفق مع الراي ده، صح؟ انا شايف انه حصل، يعني فعلا بعيدا عن كلمه اساءه، يعني المسلسل ما بيقدمش حلول منطقيه ممكن يقوم بها ضابط الشرطه. لا، انا بتكلمش على فكره الحلول المنطقيه، هو بينقل الواقع من وجهه نظرك؟ اصل الواقع يعني بيختلف زوايا مختلفه، ممكن حد يعني ممكن حد غيري يشوف ان هو بينقل الواقع، انا شايف انه لا، انا شايف ان المسلسل غير واقعي في حياه ضابط شرطه مثلا المفروض ان هو مسؤول او جوه سجن كبير زي اللي بيمثله امير كراره في المسلسل.
تمام. بس هنا المشكله الاساسيه في السيناريست او كاتب العمل وفي المخرج اللي هو في مسلسلين تناولوا ضباط الشرطه برضه ونسر الصعيد، يعني ممكن يكون في بشكل اخر، يعني هل برضه حضرتك متفق مع رايك ان برضه محمد رمضان يهتم بتجسيد الشخصيه من ناحيه ظاهريه فقط؟ محمد رمضان قدم شخصيه ضابط الشرطه كانه بيقدم مطرب مهرجانات، يعني مطرب مهرجانات ازاي؟ يعني مفيش ضابط شرطه في الدنيا بيقول اللي هيتخانق مع ضابط شرطه هيحط نفسه في ورطه، ده مش دي عمرها ما هتبقى جمله بيقولها ضابط شرطه في خلاف او في خناقه يعني. انا عن نفسي ما سمعتهاش وما اظنش ان في ضابط شرطه ممكن يقدم حاجه زي كده، بس هو ده الدليل الوحيد يعني ان هو قدم ضابط الشرطه. في حاجات كتير. زي ايه مثلا؟ المسلسل السيناريو محمد رمضان الفتره الاخيره بيقدم سيناريوهات متفصله، يعني هو متفصله يعني النجم الواحد اللي كل المسلسل شخصياته بتتكلم عليه سواء بالحب او بالكره، وهو دايما يعني عنده مشاهد اكشن او مشاهد حركه مبالغ فيها، سواء بيعمل ضابط او سواء بيعمل اي شخصيه تانية لازم يبقى في مشاهد اكشن غير مبرره طبعا. وبالتالي المره دي هو يعني ضابط الشرطه المفروض ان هو يتمتع باللياقه البدنيه يعني المناسبه طبعا، بس ما فيش ضابط شرطه بيمشي يتخانق مع الناس في الشارع. ما فيش ضابط شرطه كل شويه بيقلع هدومه علشان خاطر يوري الناس شكله، ده مش ضابط شرطه. ضابط الشرطه عمل احمد زكي زوجة رجل مهم بشكل مختلف تماما، تتفرج على الدور تحس ان انت قدام نموذج حقيقي فيه عيوب وفيه مميزات. طب حضرتك شايف ان في تطور في اداء محمد رمضان من بدايته حتى الان؟ يعني محمد رمضان ممثل موهوب، يعني هو عنده موهبه فطريه، وهو حتى لو هو بيتطور فهو عنده مشكله ثانيه خالص في التعامل مع نجاحه او مع شهرته في اخر 5 سنين. يعني محمد رمضان طول عمره سيطر على فكره مثلا المظلوميه او ان هو بيغمش او بيتعامل وحش من المنتجين والفنانين الكبار، ده في الاول. وكان دايما بيستشهد براي الفنان عمر الشريف فيه، وكان دايما يعني بيقلد الفنان احمد زكي في اي لقاء تلفزيوني ليه. بيقلد الفنان احمد زكي؟ طبعا. يعني من اشهر المقاطع اللي موجوده دلوقتي على اليوتيوب تقليد محمد رمضان لاحمد زكي. وهو على فكره يعني هو شرف لاي حد يبقى زي فنان. لا هو بيقلده بمعنى ان هو عارف ان هو بيقلده، ولا حضرتك بتتكلم على مستوى التقمص ان هو متقمص شخصيته؟ لا هو حاول ده بس للاسف ما نجحش. يعني هو حاول يتقمص الشخصيه. طبعا طبعا. وغيره كتير بالمناسبه. وغيره كتير، بس محمد رمضان لان الكابت اللي بيكسب هو المشاهد اللي بيقدمها وهو الشكل اللي بيقدمه دلوقتي، فبدا بيقدمه مثلا عندنا من اول. يعني هو قدم فيلم كوميدي من قريب اسمه اخر ديك في مصر، الفيلم ما نجحش تجاريا، وما عملش بالمقوله اللي هو دايما بيقولها اللي هي ثقه في الله نجاح او ثقه في الله رقم واحد. ما عملش ده، عمل ادوار ثانيه فيها بعد اجتماعي، او هو مش اول مره يقدم ضابط شرطه بالمناسبه، هو قدم قبل كده فيلم اسمه شد اجزاء كان فيه برضه ضابط شرطه. طيب بوجه عام عشان الاستاذ طارق الشناوي معانا على الخط الثاني، حضرتك شايف بشكل عام، يعني مش ما بعممش لكن بشكل عام، حضرتك شايف ان المشاهد الدراميه او الاعمال الدراميه السنه دي فيها مشاهد ممكن ان احنا نقول عليها قله ادب؟ قله ادب مش مساءه، يعني مش مساءه المهنه، مساءه او قله ادب من حيث الايحاءات اللفظيه او من حيث المشاهد؟ طبعا. نعم؟ مش هقول قله ادب، بس في الفاظ خارجه. الفاظ خارجه. تمام. خليك معانا استاذ محمد، استاذ طارق الشناوي الناقد الفني.